وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد محفوفا برعاية الله تعالى وعنايته، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين. وكان في وداع جلالة السلطان البلاد المفدى عزه الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الشيخ الفضل بن أحمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة.